فلسطين، حلقة الوصل وملتقى الحضارات القديمة المتعاقبة عبر الزمن، قلب الشرق الأوسط ونبض العروبة، وهي أرض الديانات السماوية ووطن الأنبياء وملهمة الشعراء والكتاب الذين قالوا فيها الكثير، وهي كما وصفها شاعرنا درويش أم البدايات وأم النهايات. تميزت هذه البقعة من الأرض بموقع استراتيجي وجغرافي جعلها محط أنظار الشعوب ومطمعاً للاستعمار والأعداء والغزاة على امتداد التاريخ. ورغم كل الصراعات التي مرت بها هذه المنطقة إلا أنها شهدت تطوراً على مختلف مجالات الحياة، تمثل في العمران المدني فانتشرت المدن والقرى وازدهرت التجارة التي أدت بالتالي لانتعاش الحياة فيها. الاحتلال الإسرائيلي الذي يسيطر على هذه الأرض ومواردها فرض عليها التقسيم الحاصل الذي يعيشه الفلسطيني بكل الظروف القاسية التي يمر بها أينما كان، فأصبح هنالك مسميات دخيلة على الأرض والمواطن، وإن كانت مرفوضة قلباً وقالباً إلا أنه لا خيار أمامه سوى التحدي بالبقاء على أرضه لحين الحرية وتحقيق المصير بالأرض والهوية. عرفت فلسطين على مستوى العالم بوجود أقدم بقاع الأرض فيها وأقدم مدينة في العالم أريحة وغيرها من الأماكن التي تشير إلى رمزية هذا المكان، بالإضافة لكونها من أقدس بقاع العالم التي تعتبر مهد الأنبياء، وفي القدس أيضاً مسرى النبي محمد عليه السلام. كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. التاريخ أحد أهم الركائز التي تدعم أن هذه الأرض عربية فلسطينية منذ الأزل، ومهما تبدلت الحقائق ومهما تعرض تراثنا للسرقة والتزوير تبقى الشواهد والدلائل كثيرة أن جذور هذه الأرض باقية مهما طال الزمن وطال الصراع على حقنا في الوجود. كانت هذه لمحة مختصرة عن الوطن الأرض، وأما التراث والموروث الثقافي فهو الهوية الفلسطينية على هذه الأرض. سنكون وإياكم في بعض الفقرات التي سنختم بها هذا البرنامج من خلال هذه الحلقة الخاصة، ومما اخترنا لكم نشاهد في المحطات التالية. ابقوا معنا. أهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد، نتوقف بكم هنا في وزارة السياحة والآثار ونلتقي بالسيدة رولا معايعة وزيرة السياحة والآثار. أهلا بك معنا. أهلا فيكم. في بداية هذا اللقاء اسمحي لنا أن نوجه شكرنا للعاملين في وزارة السياحة والآثار على كل ما بذلوه معنا طوال هذا البرنامج من عاملين في الميدان وأيضا من إداريين تواصلوا معنا بشكل دائم لإنجاح هذا البرنامج، وأيضا للسيدة رولا معايعة رأس الهرم في هذا القطاع وتوجيهاتها الدائمة للنهوض بهذا القطاع بشكل أفضل. شكرا لكم كمان وشكرا على هذا الحديث. العفو. بداية، كيف يمكن أن يعني نضع السياحة في فلسطين عالميا، وكيف يمكن أن نصف السياحة فلسطينيا؟ يعني في البداية نحن دائما نقول إنه السياحة هي من أهم مصادر الدخل القومي لفلسطين، ونسعى لأن تكون أهم مصدر من مصادر الدخل القومي. بالتأكيد يعني عندما نتكلم عن السياحة في فلسطين يعني نحن نختلف عن بقية دول العالم. يعني فلسطين هي دولة لا تزال تحت الاحتلال، فلسطين هي دولة تعاني يوميا من الاحتلال في كافة المجالات وفي الأخص طبعا في قطاع السياحة. يعني نحن نتكلم عن سياحة في ظل يعني سيطرة الاحتلال على المعابر، نحن نتكلم عن السياحة ولا يوجد مطار يستقبل السواح إلى فلسطين، نحن نتكلم عن السياحة والأثار طبعا ونحن لا نسيطر على كافة المواقع الأثرية الموجودة في فلسطين، ولكن بالرغم من هذا كله نستطيع الحديث عن سياحة في فلسطين، عن أعداد كبيرة من السواح تأتي لزيارة فلسطين وتقيم في فلسطين. يعني خلال السنوات الماضية رأينا هناك ازدياد دائم ومتواصل في أعداد السواح الذين زاروا في فلسطين، والأهم من هذا كله في نسب الإقامة في فلسطين التي يعني طالما تحدثنا عنها، لأنه نحن بالنسبة لنا زيارة السائح مهمة ولكن الإقامة في فلسطين هي مهمة أكثر. طبعا يعني الواقع الذي نعيشه والمشاكل التي نعاني منها هذه تؤثر صعوبات كثيرة. نعم. يعني تؤثر على السياحة، في بعض الأوقات هناك ازدياد في بعض الأوقات هناك انخفاض، ولكن بالشكل العام يعني خلال السنوات الماضية رأينا ازدهار في ونمو في القطاع السياحي. ربما في الأعياد تبلغ الذروة يعني سياحيا في فلسطين، مثلا الأعياد المسيحية أو غيرها،
هل تحدثت لنا عن ذروة الوفود السياحية هنا في فلسطين؟ يعني طبعا السياحة في فلسطين هي من كافة دول العالم إلى فلسطين، وبأغلبها كانت خلال السنوات يعني العشرات السنوات الماضية هي السياحة الدينية المسيحية. طبعا عملنا على أنواع أخرى من السياحة، عملنا خلال السنوات الماضية على السياحة الدينية الإسلامية، وأيضا أنواع أخرى من السياحة مثل السياحة المجتمعية وسياحة المسارات التي بدأنا بها مؤخرا. طبعا السياحة في فلسطين كما ذكرنا، يعني السياحة الدينية المسيحية كانت تاريخيا تأتي إلى فلسطين، وكان يعني كانت أسهل من السياحة الدينية الإسلامية لعدة أسباب، لأنه يعني معظم من يأتي للسياحة الدينية المسيحية من دول يعني أسهل إلها الوصول إلى فلسطين. من الدول الإسلامية كان دائما هناك صعوبات، ولكن يعني نحن نعمل بالرغم من كل المشاكل، بالرغم من كل المعيقات التي تواجهنا. بالتالي يعني استطعنا خلال الفترة الماضية أن نستقطب أعداد كبيرة من السواح، طبعا بالسياحة الدينية المسيحية زيادة أعداد الزوار وزيادة نسب الإقامة. بالنسبة للسياحة الدينية الإسلامية التي لم تكن موجودة أصلا، استطعنا أن يعني نفتح أسواق للسياحة الإسلامية، كان أهمها تركيا، إندونيسيا، ماليزيا، ورأينا يعني بالفعل لاحظنا بعد الوفود في بعض الأماكن الدينية المسلمة أو غيرها. يعني وكانت هذه يعني التركيز السياحة الإسلامية، طبعا السياحة الدينية المسيحية التركيز دائما على القدس وبيت لحم، السياحة الدينية الإسلامية القدس والخليل، وطبعا إضافة إلى بقية المناطق التي وصل منها سواح. فطبعا لأنه طبيعة السياحة الموجودة عندنا هي السياحة الدينية، فبالتالي يعني الفترة التي يتواجد بها السواح أكثر هي فترة الأعياد. يعني بالنسبة للسياحة الدينية المسيحية، يعني الذروة دائما تكون فترة أعياد الميلاد، فترة عيد الميلاد في مدينة بيت لحم، وطبعا عيد الفصح أو العيد الكبير تكون يعني الذروة، وبالأخص في مدينة القدس. يعني هذه هي يعني أهم الأوقات التي نستقبل بها سواح. ولكن طبعا السياحة في فلسطين هي في كل العام، يعني دائما يوجد سواح خلال يعني كل العام بشكل متواصل، ولكن فترة الأعياد هي الفترة الأكثر التي يصل إليها سواح إلى فلسطين. طبعا نحن لا نريد فقط أن تقتصر يعني زيارة سواح في يعني هاتين المناسبتين، يعني الأعياد المسيحية، نريد أن تكون دائما تشجيع السياحة بشكل دائم، يعني تستقبل السواح بشكل دائم ومتواصل. يعني بالنسبة للسواح من الدول الإسلامية هي تأتي على كل العام، وطبعا ما بدأنا به مؤخرا بالعمل على المسارات السياحية والسياحة البيئية، طبعا هي تستقطب حتى أعمار مختلفة ونوع جديد من السياحة، وطبعا يكون كل العام. هنا كان في بعض الشكاوي عندما ذهبنا لكنيسة المهد من بعض التورز جايد بسموهم، أنه في هون بيكونوا مرشدين سياحيين إسرائيليين بيعطوا معلومات مغلوط عن أماكن فلسطينية. نعم، يعني هذا موضوع يعني عانينا منه بشدة، مع أنه موضوع قد يراه البعض صغير، ولكن يعني هو موضوع مهم جدا بالنسبة لنا في وزارة السياحة والآثار. يعني الموضوع كما ذكرت في البداية، يعني عندما يصل السائح إلى فلسطين نحن لا نسيطر على المعابر، بالتالي المكتب السياحي الفلسطيني دائما عندما يجلب أي وفود سياحية هو يريد للسائح أن يتواجد في فنادق فلسطينية، أن يأكل مطاعم فلسطينية، أن يشتري من محل فلسطينية، ولكن عندما يأتي عن طريق مكاتب سياحية غير فلسطينية، فبالتالي يعني هو لكن على الأقل عند مرور بأماكن دينية أو تاريخية فلسطينية يجب أن يكون سيطرة أكثر على ما أعتقد. يعني هلا بالعودة لموضوع أولا موضوع الدليل السياحي وثم السيطرة. نعم. يعني موضوع الدليل السياحي، يعني عندما يصل السائح إلى فلسطين يكون عن طريق مكتب سياحي غير فلسطيني، هو يعني يصل مع جايد غير فلسطيني، وبالتالي هذا ما أقصد. نعم، وبالتالي وجوده في المدن الفلسطينية، يعني عندما يكون موجود في فلسطين في بيت لحم أو غيرها من المدن، هو موجود مع جايد غير فلسطيني، وبالتالي يعني
المرشد أو الدليل السياحي لما يكون غير فلسطيني أكيد بده يحكي في مواضيع تخدم مصلحته الشخصية. نحن حاولنا يعني خلال السنوات الماضية من أجل زيادة أعداد الأدلاء السياحيين الذين يستطيعون العمل في القدس وفي مناطق 48، ولكن هذا كان يعني جهد كبير كبير ولم نستطع النجاح فيه إلا بصورة بسيطة جدا جدا. يعني الدليل السياحي الفلسطيني الذي يستطيع أن يعمل في القدس في 48 يعني كان حتى بجوز قبل عدة شهور فقط 40 شخص. نعم. الآن حوالي 46 دليل سياحي. المشكلة هي مرة أخرى هي موضوع الاحتلال، وبالتالي يعني عندما يكون لا يستطيع الدليل الفلسطيني أن يكون متواجد في القدس، فبالتالي هم يأتوا مع الدليل الإسرائيلي وهذا يؤثر علينا. ولكن يعني طيب واضح الصعوبات كتير، وأنا كنت بدي أخوض بصراحة بتفاصيل وأسئلة أكثر، لكن الوضع غير مشجع. يعني الصعوبات بسبب الواقع الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي، يعني الله يكون في عونكم وعون العاملين دائما في هذا القطاع. لكن في هناك بعض الأسئلة، مثلا كان في سؤال من أحد الأشخاص على السوشيال ميديا إنه ليش ما بيتم دمج التاريخ الحديث بالتاريخ القديم الفلسطيني أو الحضارات المتعاقبة، يعني مثلا المناضلين الفلسطينيين اللي كانوا بهذه المناطق ليش ما بيتم ذكرهم في مع المرشدين السياحيين أو اللي بيشتغلوا في الآثار في قطاع الآثار، يتم دمج التاريخ الحديث بالتاريخ القديم؟ يعني شوفي، دائما السائح لما يأتي لزيارة أي بلد هو يعني لا يستطيع أن يستمع لتفاصيل كثيرة، هو يعني أي موقع يزوره يأخذ فكرة عامة عن الموقع الموجود فيه، لأنه يعني السائح هو مختلف عن المختص في موضوع معين، عن باحث في موضوع معين بده يعرف كل التفاصيل عن هذا الموضوع. يعني لما أي سائح يزور أي موقع أثري هو يريد أن يعرف يعني بشكل عام عن هذا الموقع. طبعا إذا كان في شيء مهم جدا من الممكن ذكره يتم ذكره، لكن إذا يعني لم دائما الوقت لا يسمح في كل هذه التفاصيل. ولكن نحن دائما نشجع الدليل السياحي الفلسطيني أنه يتكلم عن كل موقع، ليس فقط عن موقع كحجر، ولكن عن كل شيء يستطيع الحديث به من أجل إعطاء الرواية الحقيقية كما ذكرت اللي هي الرواية الفلسطينية. وطبعا عشان يتعرف كل سائح عن الشعب الفلسطيني وعن الإنسان الفلسطيني، لأنه يعني دائما إحنا مرة أخرى نواجه دعاية يعني مضادة لإلنا، وبالتالي وجود من يتحدث لهؤلاء السواح بطريقة يعني تعبر عن الواقع، تعبر عن الحقيقة، عن التاريخ، عن تاريخ فلسطين، أعتقد أنه هذا يصب دائما في المصلحة الفلسطينية. من الشمال إلى الجنوب مروراً بالقدس تنقلنا في ربوع الوطن، نؤكد على أن هذه الأرض فلسطينية وأن التاريخ وآثار القدماء من سكنوا هنا عبر حضارات متعاقبة يثبت أن هذه الأرض عربية ولا وجود للعابرين فيها. مشاهدينا نبقى وإياكم مع بعض المقتطفات من جولاتنا الميدانية في ربوع الوطن، ابقوا معنا.
موجود في مدينة نابلس حوالي 8 حمامات اللي أغلبيتها مهجورة اللي غير مستعملة حاليا إلا الحمام الشفعوي الجديد وحمام السمرة. يتميز الحمامات اللي كانت مرتبطة بالتراث الفلسطيني والتاريخ الفلسطيني في الفترة كان في يتم فيها عدم توفر في نابلس الحمامات كانت المنفردة والقنوات المائية إلا لموس لهذه الحمامات كان يتم احتفالات بهذه وهي ملتقى ثلاث محافظات جنين نابلس دولكرم ذات أهمية استراتيجية كونها أعلى نقطة في محافظة دولكرم تقريبا وتشرف على السهل الساحلي مباشرة تطل على قرى بعض القرى في جنين وفي نابلس لذلك كان اختيار هذا النفق يعني من قبل العثمانيين كونه يمثل منطقة استراتيجية بتير قرية من قرى محافظة بيت لحم تتميز بجمالها بطبيعتها الخلابة بما تحتوي من آثار تعود إلى حقب مختلفة من العصور بالإضافة إلى الجمالية الطبيعية لبتير. الفترة البيزنطية كان فلسطين منارة وعلم في هذه الفترة وازدهرت بالعمران وبالمباني خصوصا في فترة الملكة هيلانا عندما اعتنقت الديانة المسيحية بدأت في بناية الأديرة والكنائس وكان هذا أحد أهم النقاط المهمة والأديرة المهمة اللي انبنت في فترة البيزنطية. مطرح الحبوب تقع ضمن محافظة طباس وفي منطقة خربة المالح والتي هي من أهم الخرب الأثرية في المحافظة والتي تعود إلى فترات مختلفة ومنها الفترة الرومانية والبيزنطية. هي الجنان فيها حوالي أكثر من عين مي خاصة عين الرجي التي تنبع من أعلى منطقة في سلفيت بين الصخور تنسم بين الصخور حتى تصل هذه المنطقة. هذه المنطقة تم تأهيلها في الفترة الأخيرة من قبل الدول المانحة خاصة أعتقد الرؤية العالمية مع المجلس البلدي حتى أصبحت كما نراها الآن مؤهلة سياحيا. إحنا في كنيسة برقين واحدة من أهم الأماكن الدينية والسياحية في محافظة جنين. الكنيسة تقع في بلدة برقين إلى الغرب من مدينة جنين على بعد 4 كيلومترات. أهميتها للكنيسة من ناحية دينية كونها تمثل أو شهدت مكان الأعجوبة التي قام بها السيد المسيح لشفاء العشرة البرص. إحنا الآن في حديقة الحيوانات في محافظة خلقيلية والتي أسست في عام 1986 والتي تعد الأولى من نوعها في الوطن طبعا وتعد نقطة جذب سياحية هامة في فلسطين خاصة أنها تحتوي على العديد من المرافق التي ممكن أن تكون نقطة اهتمام لدى المواطن الفلسطيني أو الأجنبي أو العربي أو حتى إخواننا الفلسطينية في الداخل الفلسطيني. يعتبر الحرم الإبراهيم الشريف في مدينة الخليل من أهم الأماكن الدينية في فلسطين وأهم مبنى ديني معماري في مدينة الخليل أو في محافظة الخليل بشكل عام. تعود أهميته الدينية إلى ارتباطه بالأضرحة الأنبياء وسلالاتهم المباشرة واللي هي بشكل مباشر لسيدنا إبراهيم عليه السلام. تغيرت حدود أسوار مدينة القدس عدة مرات. السور الحالي هو سور عثماني بني في عهد السلطان سليمان القانوني يحيط مدينة القدس بمساحة 4300 متر محيط هذا السور. طبعا ارتفاع السور يختلف من منطقة لأخرى. قصر الخواجر كما يطلق عليه البعض هي من بين القرى الكراسي المنتشرة في فلسطين عامة. هذه القرى ظهرت وانتشرت بشكل واضح وكبير في الفترة العثمانية في القرنين 18 و19. إذن الثقافة مقاومة تأتي من خلال تعزيز الشراكة بين المؤسسات المختلفة، تعزيز دور المثقف والمبدع والمبدعة الفلسطينيين في إطار عملية تكاملية مجتمعية ثقافية سياسية دائما تضع فلسطين في دائرة الاهتمام وتكون دائما القدس هي بوصلة العمل الثقافي والسياسي الفلسطيني باعتبارها عاصمة دولتنا الفلسطينية. التراث الفلسطيني المتمثل في الزي المتوارث عن الأجداد هو أحد أهم ركائز الهوية الفلسطينية على هذه الأرض، وهذه مهمة تقع على عاتق كل فرد بالمجتمع جنبا إلى جنب مع القائمين عليه. كان لنا في هذا البرنامج زاوية خصصناها في كل حلقة لنسلط الضوء على زي منطقة فلسطينية وغالبا انسجاما مع المنطقة التي نقوم بزيارتها. لنستذكر وإياكم هذه الأزياء من خلال الفقرة التالية، خليكم معنا.
لكل شعب حضارة وهوية يفتخر بها، وللفلسطيني أيضا ما يميزه عن شعوب العالم بشيء خاص به اهتم به وتناقله عبر تاريخ طويل. المطبخ الفلسطيني والموروث الغذائي الذي يمثل ما اشتهرت به هذه الأرض الطيبة كان له زاوية في هذا البرنامج لنؤكد على أهمية توثيق أكلاتنا الشعبية، وقد وصلت بعض هذه الأطباق للعالمية. ناقل معها في هذه الرسالة اسم فلسطين. في الفقرة التالية نعود ونستذكر سوية بعض هذه الأطباق، ابقوا معنا. كانت هذه حلقة خاصة حول ما تضمن هذا البرنامج من محطات، سواء كانت من خلال الجولة الميدانية في محافظات الوطن أو من خلال تسليط الضوء على الهوية الفلسطينية على هذه الأرض، وتحديدا فيما يتعلق بالتراث الفلسطيني من خلال فقرة الزي الفلسطيني التي استعرضنا فيها الأزياء الفلسطينية والتي تمثل حقبة من الزمن وتراث الأجداد. بالإضافة لفقرة المطبخ الفلسطيني والذي يعد ركن أساسي في الموروث الثقافي لهذا الجانب، الأرض والهوية عنوان بقائنا على هذه الأرض. نأمل أن نكون قد قدمنا المفيد والممتع، على أمل اللقاء دائما في برامج هادفة. هذه تحياتي وطاقم العمل، ودمتم في رعاية الله.